وقررنا نعمل فرح تاني بعد ما بقيت اقدر امشي. الحمد لله ربنا رزقنا ببنوتة جميلة. الحمد لله، احلى حاجة انها شبهك. يلا بقى قولي هنسميها ايه. احنا هنسميها فرح. الله، ده اسم حلو قوي. تمام، انا موافقة، هنسميها فرح. الله، ايه ده يا فادي، جبته امتى ده؟ قلت اعملها لك مفاجأة علشان فرح تنام وترتاح. الله، ده حلوة قوي، انا هجرب بقى انيمها فيه. احلى فرح في الدنيا. بقالي سنة في السجن بسبب نور وفادي، بس أنا لقيت خطة أهرب بيها علشان أنتقم. لازم الخطة تنجح. الحمد لله ان بيت جدتي القديم لسه موجود. اهم حاجة اغير لبس السجن ده واروح اراقب فادي ونور. انا عندي فكرة تحفة، انا هاخد عربية الايس كريم القديمة بتاعت جدي علشان اعرف اتحرك في المنطقة براحتي. ايه ده، كمان بقى عندهم بيبي؟ انا عرفت هنتقم ازاي. الفيلم كان تحفة. ايوة كان حلو جدا، وفرح كمان نامت. يلا بقى ننيمها ونروح ننام احنا كمان. تصبحي على خير يا فروحة، هتوحشيني للصبح. أخيرا ناموا. كان المفروض تبي بنتي أنا، علشان كده هاخدك وانتقم منهم. صباح الخير يا نور. صباح النور يا فادي، انا هروح اشوف فرح. فادي، في ايه؟ انا مش لاقي فرح. يا فرح راحت فين؟ اكيد اتخطفت. ازاي ده يحصل؟ هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انا عايزة فرح، انا عايزة فرح يا فادي. انا هكلم البوليس حالا. يلا بسرعة بسرعة. يا ريتني ما نمت ابدا.
ألو البوليس، أنا بنتي اتخطفت. بتقول مين اللي هرب؟ فدوى. فدوى؟ لا أرجوكوا ساعدوني، فدوى هربت يا نور وشكلها بتنتقم مننا. وتنتقم ليه؟ أنا عملت لها إيه؟ إزاي تاخد بنتي؟ أنا عملت لها إيه؟ أنا عايزة فرح، أنا عايزة فرح. متقلقيش أنا هتصرف. ده بيت فدوى، أكيد هلاقي حاجة توصلني لمكانها. أكيد هلاقي حاجة في الكمبيوتر بتاعها. إيه البيت ده؟ إيه كل الصور دي؟ أنا عارف البيت القديم ده، هروح هناك ممكن ألاقي حاجة توصلني ليها. ده أنت زنانة، ايه ده فرح جوه؟ يا حبيبتي يا فرح، الحمد لله انك كويسة، ده جزائك يا فدوى. فرح 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 حبيبتي، تموت من غيرك. متقلقيش هي كويسة يا حبيبتي، انا كنت هموت من غيرك، انت فعلا يا فادي اعظم اب في الدنيا. سجن تاني؟ استحالة اقدر اهرب تاني، هقضي بقية حياتي في السجن. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. انا عايزه شيبسي. هجيب لك احلى شيبسي. بابا مركحني يا بابا، يلا بينا.